وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنزيل بيها أي تجاعيد، كمان هنفتح ونرطب البشرة، أي مكان فيه اسمرار أو فيه كلف أو فيه بقع هنشيله النهاردة بالوصفة بتاعتنا دي. يلا هنبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف إحنا عملنا إزاي الخلطة دي، تحفة جدا. أول حاجة هبدأ أعملها، أنا معايا هنا النسكافيه، هاخد منه معلقة كبيرة بالشكل ده وهبدأ أضيفها في الطبق بتاعي. هناخد كمان شوية عشان دي صغيرة. وبعد كده معايا مية الورد، النوع ده حلو جدا وانا مجرباه قبل كده، هاخد برضو معلقتين من مية الورد الاول علشان ادوب فيهم النسكافيه. تمام بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ ندوب النسكافيه لحد ما يدوب معايا خالص. الوصفة دي بقى تحفة جدا لو عملتيها عند الأماكن اللي فيها تجاعيد وكمان بقع أو اسمرار في البشرة، رهيبة. هتشوفي دلوقتي بنفسك. هبدأ بس أخلط كده، وطبعا جميلة جدا للإيد مش بس البشرة، أي مكان فيه اسمرار. أول حاجة ندوب كويس جدا النسكافيه. تمام أهو بالشكل ده، دي أول خطوة أهي دوبناه خالص. هبدأ بقى بعد كده معايا هنا ده الجيلاتين. الجيلاتين اللي بجيبه من عند العطار اهو زي ما انتم شايفين، هبدأ اضيف معلقة كبيرة بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اقلب، وفي حمام مائي بقى هبدأ اضيفه او جوه الميكرويف لحد ما هتبصي تلاقيه بقى يشد معاكي زي السويت كده. طبعا هحطه دلوقتي في حمام مائي عشان يسيح كويس جدا. نكمل الوصفة للآخر عشان هقولك على ترطيب حلو قوي هترطبي بيه البشرة. بصوا حبايبي، بعد ما حطيته في حمام مائي شايفين بدأ يسيح معايا ازاي اهو بالشكل ده، عشان اقدر ان انا افرده. بعد كده بقى هطلعه من المية اهو بالشكل ده، وطبعا ممكن تحطيه في الميكرويف برضو عادي. ومعايا بقى هنا الفرشة بتاعتي اللي انا بستخدمها للماسكات، هبدأ كده وهبدأ افرده بقى على المكان اللي انا عايزة ازيل منه اي اسمرار او اي تجاعيد. بصوا بيتفرد ماسك طبيعي جدا، وحاجة انت بتعمليها في البيت اهي، بصوا بيتفرد معاكي بكل سهولة. هتسيبيه بقى لحد ما ينشف، وبعد كده هنبدأ نشيله بالشكل ده كده. بقى بدأت تنشف اهي، بصوا ما بتمسكش في ايديا. هبدأ بقى اشيلها كده بالراحة اهو، هتتشال معايا بكل سهولة اهو، بصوا بكل سهولة بتتشال معاكي اهي. بصوا بقى درجة التفتيح، بتشيل اي اسمرار وكمان بتخلي نعومة تحفة جدا جدا اهو. ببدأ اشيل كده، تتشال معايا بسهولة زي ما انتم شايفين اهي، بيطلع معايا بكل سهولة. طبعا بتسيبها لحد ما بتنشف خالص معاكي. شايفين بقى درجة التفتيح اللي انا يعني بحصل عليها؟ بصوا التفتيح والنعومة كمان تحفة. انا عايزاكي تعملي الخلطه دي مره واحده بس في الاسبوع، اتفرجي بقى على بشرتك، ولا تجاعيد ولا اي كلف ولا كمان بقع من هي السمره دي. بصي هتلاقي بشرتك صافيه جدا جدا كده. بعد ما غسلتها اهو زي ما انتم شايفين، نعومه فظيعه بجد بجد. طيب انا بقى عشان ارطب هرطب بايه بقى معايا هنا؟ عايزه اقول لكم على حاجه تحفه قوي قوي للترطيب، استعمليها على طول لبشرتك. بصوا حبايبي، ده جل الصبار. ده جل الصبار اللي بيبقى موجود في الزرعة او النبتة، او ممكن تجيبيه من عند العطار. هاخد معلقة واحدة كده منه، وهضيف عليها نص معلقة من الجليسرين الطبي. تمام، هاخد بس حاجة بسيطة كده من الجليسرين اهو، ممكن انزله بالبخاخ ده كده اهو، وهبدأ اقلبه كده، اخلط الجليسرين مع جل الصبار، وده هيبقى الترطيب اللي انا هرطب بيه.
كده بالشكل ده، تحفة بقى لترطيب الجسم كله اهو. بصوا وبيديني لمعة جميلة اهو، بصوا شايفين بقى اللمعة دي، ترطبي بقى بيه اي مكان في جسمك. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان انتوا تستفادوا ان شاء الله. ما تنسوش بقى حبايبي تشجعوني باللايك وكومنت حلو منكم. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي باي.